Okay. Okay. السلام عليكم. سامعني كويس في الإقاعة إيه؟ إحنا مش شايفين. الصوت مسموع. أوكي، أهلاً وسهلاً بكم في سيرن، تحديداً في تجربة سي إم إس، الملف اللولبي الميوني المدمج. سيرن هي المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وهي كولابريشن. سامع نويز؟ لا الفويس بس محتاج ان هو يزيد شويه. اوكي كده تمام. اوكي وبعد كده مش هيكون في نويز يعني، بس احنا عشان في الكنترول روم الباك جراوند اللي انتم سامعينها دي عشان الكنترول روم. النهارده ان شاء الله هيكون معانا في الزياره انا معاكم دكتوره شيماء ابو زيد، مدرس بكليه البنات جامعه عين شمس، وحاليا بعمل هنا في سيرن كبوست دكتور بالهيئه الوطنيه للفيزياء النوويه في ايطاليا، وكباحث فيزيائي هنا في تجربه سي ام اس. هيكون معانا في الزياره المهندسه ساره من لبنان. السلام عليكم. المهندسه ساره بتشتغل في الجزء السوفت وير تيم اوف سي ام اس، هي هتعرفكم اكتر على المهام اللي بتقوم بيها. كمان معانا المهندس الميكانيكا هادي كونسول، مهندس ميكانيكا كان معانا موجود في تجربه سي ام اس، وطبعا في دايما بيكونوا في بيهايند الكاميرا ورا الكاميرا، لكن هم اللي بيكونوا دايما بينظموا كل شيء عن الفيرتشوال فيجنز هنا في سي ام اس. بالضبط الجنود الخفية. زولتن، say hi زولتن. and هيكون معنا هيكون في القاعة موجود معنا هنا في الكنترول روم في المكان اللي أنا فيه ده، هيفضل معاكم سارة وهادي، وهنزل أنا ونعومي الجندي المجهول الخفي دايما اللي ورا الكاميرا، هننزل سوا تحت الأرض علشان نكتشف التجربة جزء جزء. طيب احنا فين وبنعمل ايه؟ ساره هتبدا معاكم تحكي او تدينا ملخص او موجز عن ال اتش سي المصادم الهادروني الكبير اللي احنا فيه، بنبتدي نعجل البروتونات طبعا على مراحل لحد ما توصل للمصادم ويحصل التصادم، وبعدين بيطلع منه نواتج التفاعل اللي هي البارتكلز معاها ار او الجسيمات الاوليه بيكون طاقتها عاليه جدا، وبعدين بنحتاج ان احنا محتاجين هاي ريزوليوشن كاميرا. طبعا بما ان احنا طلبه، انا مش عارفه الطلبه اللي موجودين من انهي فرايتي، لكن لو احنا بنتكلم على طلبه جنرال في الجامعه، فاحنا بنقول ان احنا الكاميرا في الحاله بتاعتنا هي الكواشف الاشعاعيه او الكواشف النوويه اللي احنا بنشوف بيها الجسيمات الاوليه بعد ما توصل لحالتها ان احنا نقدر نقيسها. ده بنسميه الكاشف. هو الكاميرا هو مش كاميرا، هو كاشف، وهشرح بالتفصيل لما ننزل تحت الارض ازاي بيتم الكشف. في الفتره الزياره هتكون بيحصل تداخل في الكلام ما بيني وما بين ساره، فانا طول الوقت هزعج ساره وهادي في الكنترول، لان انا هنزل كذا محطه عقبال ما ننزل تحت على ال100 متر. هنتفرج الاول على الكنترول روم اللي احنا فيها غرفه التحكم، وبعدين هننزل. فكل شوية هنبتدي سارة تدينا معلومات عقبال ما هنزل، أو هيكون في يعني في مناقشات بينا، وفي نفس الوقت انتوا تقدروا سواء اللي بيحضروا من القاعة أو الأساتذة والحاضرين أونلاين يقدروا ان هم يحاورونا، واحنا جوه الزياره مش هننتظر لما تخلص وهرجع تاني هنا، ولكن احنا خلال الزياره انتوا تقدروا تسالوا اي اسئله انا هكون سامعاكم، وساره وهادي هيكونوا برضو معاكم طول الوقت، ففي اي وقت اسالوا، ولو حتى لو يعني احنا مش كلنا بنبقى عارفين كل المعلومات يعني، فاسالوا الاسئله بالعربي، وهم لبنانيين يعني بيحكوا عربي زينا،
فهتقدروا تفهموهم ونفهمهم بكل حاجة يعني، مش محتاجين تخافوش من اللغة يعني إن شاء الله. فأنا هسيب دلوقتي سارة تبدأ معاكم لحد ما أجهز، علشان النزول تحت الأرض بيحتاج تجهيزات. شكرا دكتورة شيماء. السلام عليكم. أنا سارة عباس من لبنان. أنا مهندسة كمبيوتر هون بسير، عم بدرس بلبنان، بعدني عم تابع شهادتي بهندسة الكمبيوتر والاتصالات، وجيت لهون على سنة لأبقى سنة. بشتغل مع الكمبيوتينج تيم، ونحن بنشتغل بشكل أساسي لنعمل تولز أو أدوات لتساعدنا بالمانجمنت بالسي ام اس، mainly I'm a software developer. نحن اليوم can we share the slides please؟ Yes of course. Okay. مثل ما شايفين على السلايد نحن حاليا إذا شايفين البوينتر نحن حاليا بهيدي النقطة اللي هي سي ام اس. طبعاً CMS هو جزء من Large Hadron Collider اللي هو المصادم الهدروني العملاق، اللي هو أكبر مصادم هدروني بالعالم. طوله 27 كيلومتر، وهو موجود 100 متر تحت الأرض ما بين الحدود السويسرية والفرنسية. ونحن حالياً بنقطة اسمها CMS اللي هي 0.5، واللي هي بقلب مدينة اسمها ساسي بفرنسا. هذا المصادم الهدروني العملاق طبعاً هو قلبه نحن منسرع بروتونات، لحتى هدول البروتونات منسرعهم باتجاهين، باتجاه الساعة وباتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة، لحتى نوصل نعمل كولجن، نعمل مصادمة بين هدول البروتونات. وبشكل أساسي بتصير عندنا هذا التصادم بأربع نقاط أساسية. واحدة من هذه النقاط هي CMS. النقاط الثانية هن مثل اللي شايفينهم على الدم على الشاشة LHCb، أطلس وأليس. بدك نعمل الجولة نبتدي. أوكي نرجع للدكتورة. أوكي إحنا هنا زي ما أنتم شايفيننا في الكنترول روم كده، إحنا شايفين الفريق غرفة التحكم الخاصة بتجربة CMS. المفترض ان احنا لما بيبدأ التفاعل، او حاليا مثلا ما فيش بروتونات بتتعجل، ولكن احنا بنقيس كوزميك ريز جاية الأشعة الكونية دي، بيكون فيها ميونز، وبنبتدي ان احنا نقيسها علشان يعني نعتبرها دي الباك جراوند بعد كده، وعشان نقيس البرفورمانس بتاع الديتكتورز او الكواشف دي. طب ليه احنا بنعمل كده؟ لان احنا اصلا حاليا في تكنيكال شات داون، يعني احنا واقفين علشان نعمل شويه تعديلات او تصليحات او نغير بعض الكواشف او بعض الاجهزه، ودي بتتعمل سنويا بعد الكريسماس، وبنبتدي نرجع كله. يعني احنا لما ننزل تحت هنلاقي ان التجربه مفتوحه، الديتكتورز بعيده عن بعضها، بعد ما بنتم كل الصيانه بنبتدي نقفلها نقفل التجربه تاني على بعضها. ساره وانا نازله ان شاء الله تديكم برضو بعض التفاصيل، وانا لما هنزل تحت ان شاء الله هوريكم على الطبيعه شكل التجربه، وازاي الانواع المختلفه من الكواشف الاشعاعيه اللي بنستخدمها بتتركب سوا، او ازاي بنمزجها مع بعض. طيب لما بيحصل التفاعل بيكون الانرجي عاليه جدا، المجال تحت بيبقى راديشن عاليه جدا، فطبعا اكيد ما بنقعدش تحت عشان نرصدها، الرصد بيتم فوق، ومتابعه الاجهزه بيكون برضو من فوق الارض، ما فيش اجهزه تحت الارض، فالفريق كله بتاع العمل بيكون موجود فوق الارض هنا في غرفه التحكم الخاصه بتجربه سي ام اس. كل تجربه في تجارب سيرن عندها غرفه تحكم. طيب ان التجربه بتفضل او الرن بتفضل شغاله بالشهور، وكل يوميا على مدار ال 24 ساعه، ما فيش حد هيقدر يتابع كل ده لمدة 24 ساعة. فبيتنظم هنا جوه الكنترول روم دي شيفتات، كل شيفت مقدارها 8 ساعات، كل 8 ساعات بيجي تيم كامل أو كرو كامل، ما بين الخبراء، ما بين اللي بيتابعوا الديتكتورز،
السنترال هنبص دلوقتي واحد واحد بيعمل ايه، وبعدين هننزل. الجميل هنا في كنترول روم ان احنا هنشوف حاجات كتيرة مختلفة، هنشوف وجوه جايين من بلاد مختلفة، من ثقافات مختلفة، من لغات مختلفة، كل ده هنا بيتمحي، ويبقى كلنا هنا بنشتغل كتيم واحد، كروح واحدة، علشان خالص نطلع الران بتاعتنا بأحسن ديتا وأحسن معلومات، بعد كده نقدمها للمجتمع العلمي والباحثين الفيزيائيين في كل أنحاء العالم، علشان يقوموا باختبار النظريات والمودلز الكتير، ومنها يقولوا لنا هو إيه الجديد في العلم، إحنا وصلنا لحد فين. هنتنقل دلوقتي بالكنترول روم. زي ما قلت ان احنا عندنا ان اهم من اهم الشيفترز الموجودين عندنا في التجربة، احنا بالصدفة احنا جايلنا الارم، فدي يعني ريل كيس، ده معناه ان في حاجة، واحنا مش هنزعج طبعا التكنيكال شيفتر، هو بيعمل ايه، هو عارف هياخد ايه الاجراءات، فهو خلاص سكت الالارم وهيعرف يتعامل، وهيبعت لي لو الموضوع محتاج تدخل من السيفتي فهيبعت لهم، وهيشوف المشكلة كانت فين، والموضوع هيتحل بكل بساطة. زي ما احنا شايفين التكنيكال شيفتر هنا هو قام طبعا علشان نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. فاحنا شايفين مجموعة من الشاشات، في منها جزء كاميرات، ده الكاميرات دي موجودة في أجزاء مختلفة جوه الديتكتور أو جوه التجربة. أنا بحب أسميها تجربة، مش بحب أقول إن هي كاشف واحد، لأن هي مجموعة الكواشف النووية اللي احنا كلنا درسناها في الجامعة، اللي هم الناس طبعا بتاعت تخصصات الفيزياء. الكواشف أنواع، ما بين كواشف غازية، كواشف السيمي كوندكتور، شبه موصلات، والوميضية، دول كلهم تحت، وهنعدي عليهم وهنشوفهم، وكمان الكاونتينج. بس احنا لما بنيجي نتابع ما بنتابعش كاميرات، الكاميرات دي بس عشان تبقى حاجة فيجواليزد، لكن احنا بيتم ده عن طريق الكنترول سيستم هنا، ده بيشوف في الديتكتورز الكواشف بيحصل لها ايه تحت، بيتابع كل حاجة، لما هتيجي البيم ازاي هنشتغل. طيب ليه احنا عندنا سنترال شيفتر، او ليه ده مهم جدا؟ لان احنا هنشوف بعد كده الناحية التانية في الكنترول روم، في الخبراء، كل واحد خبير في الجزء بتاعه بس جوه التجربة، لكن السنترال شيفتر بيكون شايف الصورة كاملة، فهو شايف كل واحد بيعمل ايه، فيقدر لو حصل مشكلة او حصل اي حاجة محتاجة تدخل الخبير، فبيرفع التليفون وبيكلم الخبير علشان خاطر يشوف ايه المشكلة ويحلها. طيب لا، احنا دلوقتي في تجربة سي ام اس. التجربة سي ام اس هي تجربة من 4 تجارب اساسية موجودين على لارج هادرون كولايدر، او المصادم الهادرولي العملاق او الكبير. فالكوميونيكيشن او التواصل بين الفريق العمل هنا في تجربة الكنترول روم وباقي التجارب واللارج هادرون كولايدر، ده بيتم عن طريق الشيفت ليدر. فاحنا عندنا دايما بيكون في الهرموني، عشان يحفظ الهرموني والتواصل، بيكون عندنا دايما الشيفت ليدر. احنا عندنا الشيفت ليدر بروفيسور ناديا من ايطاليا موجودة النهاردة معانا كشيفت ليدر، وبما ان احنا في كلية البنات فنقدر نتكلم طبعا ان ده احنا شايفين بنفسنا ان الشيفت ليدر بتاعنا سيدة، يعني ما هيش مش راجل، وبتصور نعومي ورا وبرضه معانا فيزيائية. هنا الجزء الثاني من الكنترول روم اللي احنا اتكلمنا عليه، علشان ده الجزء بتاع الخبراء. فطبعا زي ما انتم شايفين ان احنا عندنا مجموعة مختلفة من الشاشات، دي بتشوف كل خبير قاعد قدام الشاشات بتاعته بيبقى عارف هو بيعمل ايه. طبعا لو ما فيش حد هم اكيد متابعين ريموتلي، يعني الموضوع ممكن يتابع اونلاين. زي هنا بعض السكرينز دي بتورينا ايه الحاله اللي هي شغاله. يعني احنا مثلا دلوقتي احنا ما عندناش بيم، بس احنا قلنا ان احنا ممكن احنا بنشتغل نقيس كوزميك رايز. ففي الحاله دي احنا بنقدر نعرف، وانا هنا اقدر اعرف هو انهي الديتكتورز او انهي الاجزاء من الكواشف اللي شغاله ومشاركه وبترصد اشعه. لو احنا شايفين الصوره عماله بتتغير، فده معناه ان احنا جايلنا، لو احنا شايفين الكونز اللي هي الاورنج وشايفين الحاجات دي، معناها ان في تفاعل من الاشعاع مع الديتكتورز دي، يعني رغم ان ما فيش اصلا بيم جايه. عشان كده الجزء الاحمر انا هنشاور عليه تحت، ده ما فيش بيم، ده جاي من الفضاء، واحنا
طلبة الفيزياء عارفة إن إحنا بيبقى عندنا فيه إشعاع طبيعي موجود في الكون إحنا ما بنقدرش نعمله. إحنا دلوقتي لما بقى بيحصل زي ما قلنا السنترال شيفتر لو لقى مشكلة بيبتدي إن هو يتواصل مع الخبراء هنا وهم بيتدخلوا ويحل المشكلة. أنا خلصت هنا الكنترول روم، لو حد عنده أي سؤال، لو ما فيش إحنا هننزل أنا ونعومي دلوقتي هنبتدي نتنقل لمحطة محطة، وهسيبكم بقى مع سارة هي هتبدأ، احنا هنزعجها طول الوقت، فمعلش يا سارة استحملينا. تمام دكتور شيماء، هو ما عندناش اي بيتشنج بعتت الجزء ده، وطبعا القاعه دلوقتي تشرفت بحضور سياده العميده لحضور الزياره. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا دكتوره اميره، شرفتينا واحنا مبسوطين بزياره الكليه اكيد هنا، لان طبعا من سيرن فيها الدايفرستي، دي حاجه اول حاجه بنبص عليها، وهنشوف اللقطه يعني يمكن لو الدكتوره اميره حضرت معانا من الجزء بتاع الكنترول روم زي ما شايفه ان احنا عندنا ستات ورجاله وكل الجنسيات تقريبا موجوده عندنا في سيرن. فاحنا ان شاء الله طول الفتره اللي جايه بقى هنبتدي نتنقل ما بيني ما بين ساره زي ما شرحت في الاول. فاحنا دلوقتي انا هسيب الكلمه لساره تكمل معاكم الجزء اللي كانت بتقوله لحد ما نوصل لنقطه النزول للارض تحت الارض. اوكي اوكي باي. شكرا. مثل ما كنا عم نحكي، فنحن بمصادم الهدرون العملاق بنسرع البروتونات بسرعه قريبه جدا من سرعه الضوء لحتى نقدر نحن نلقط البارتيكلز أو الجزيئات اللي عم تطلع من بعد هيدا التصادم، اللي كانت هي بالأساس اللي طلعت معنا لبعد البيج بانج بأجزاء من الثانية، لحتى نقدر نحن نجاوب على الأسئلة الأساسية اللي بنطرحها، كيف جينا، من وين جينا، كيف كان قبل ما نحن نخلق، كيف كل هذا الكون تشكل. سارة تفضل. احنا نبتدي الإزعاج بقى. عرفت. احنا هنا دلوقتي دي نقطة البداية للنزول تحت الأرض، وطبعا في نويز، بس شكرا لسلطان ونعوم ان هم جايبين سماعة بتعمل نويز ريدكشن، فانتم سامعين النويز. احنا هنا المفروض ان البوابة دي اللي انا هنزل منها تحت الأرض، عشان ننزل تحت الأرض بنمر بمراحل، ممكن سارة برضه تبقى اتكلمنا عليها، انا هدهنت عليها لو الفرصة اتاحت لينا. احنا علشان ننزل لازم نكون مرينا بالعديد من التدريبات، وكمان قبل ما ننزل لازم نكون لبسنا اللبس المناسب اللي احنا بننزل بيه تحت الارض، او احنا بنقولها البي بي اي، البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، اللي هي الهلمت طبعا علشان ما نتخبطش، لان احنا ممكن نتعرض للخبط. الحذاء ده طبعا اكيد احنا مش في الشارع، ده مخصص للنزول، هو مصنوع جزء منه معدن، والطبقه اللي من تحت هي ماده عازله علشان خاطر الحراره او الكهرباء او لاي شيء، ومن فوق حديد علشان خاطر لو لا قدر الله حصل دروب من اي حاجه على رجلينا. الاهم من كل ده هو الديزوميتر، البيرسونال ديزوميتر بتاعنا، كل واحد ليه البيرسونال ديزوميتر. الديزوميتر ده عباره عن جهاز بيقيس كميه الاشعاع اللي احنا بنتعرض لها، ده كل واحد فينا اي حد عشان ينزل تحت لازم يكون معاه البيرسونال ديزوميتر بتاعه علشان يقيس. طيب احنا دلوقتي انتوا شايفين الكارت والديزوميتر، لما نيجي ننزل لما بندخل فوق الارض بنستخدم، طالما ما فيش اشعاع بنستخدم الكارت عشان ندخل اي مكان، وده اي حسب التدريب اللي انت واخده انت مسموح لك تدخل او لا. زي ما قالت ساره سيرن كبيره جدا، فمش اي حد يدخل في اي حته برضه، فاللي بينزل تحت الارض لازم بيكون معاه البرميشن انه بينزل تحت. طيب اول بوابه هنعدي عليها بس للنزول تحت في جزئين، السيرفيس كافرن والاكسبيرمنتال كافرن. السيرفيس كافرن ده اللي هنشوف فيه الراكات والخدمات اللي هتتكلم برضه عليها ساره لحد ما ننزل، وبعد كده في النهايه هندخل جوه التجربه ذات نفسها. التجربه ممكن نعومي احنا بس هندي لقطه، احنا هنشوف الديتكتور ده، فاحنا يمكن الكاميرا تحت مش هتقدروا تشوفوا الشكل ده، بس احنا هننزل تحت وهنشوف، هنبقى جوه الاكسبيرمنت دي، ده الماكيت بتاعها طبعا. انا دلوقتي هدخل البيرسونال ديزوميتر عشان يتاكد ان مفيش حد هيستخدم بتاعي، بيبقى عليه بيستخدم بالبايومتري، فانا عشان ادخل الكاميرا جوه هتصورنا نعومي انها هتشوف عينيا وتتاكد ان هي الشخص اللي داخل هو صاحب الديزوميتر ده، والداتا بتاعته بتتبعت للكنترول.
فاحنا هندخل دلوقتي وبعدين هننزل بقى. اوكي، بالوقت اللي عم تدخل فيه دكتورة شيماء لجوا، فنحن وصلنا لعند نقطة انه بصير في عنا نحن كوليجن او تصادم لهيدي البروتونات اللي عنا باربع نقاط. واحدة من النقاط هي الـ CMS. الفكرة هي مثل ما شرحت لنا دكتورة شيماء بالأول، عنا هذا الـ CMS اللي هو الكاشف العملاق بيشبه الكاميرا، فهو مهمته انه يلقط هيدي الكوليجن، يلقط لنا الأحداث اللي عم بتصير من بعدها، شو عم يطلع عنا جزيئات لحتى نقدر ندرسها ونحللها. وطبعاً لحتى نقدر نعمل هيك فنحن بحاجة للكاشف عملاق جداً، تقريباً هو الأضخم من ناحية الوزن، يعني هو الأثقل بسيرن، أثقل تجربة، وزنه حوالي 14,000 طن، يعني تقريباً قد وزن برجين من برجين إيفل. اوكي سارة انت سمعينا؟ ايه تفضل. اوكي سو احنا هنا هنبتدي ننزل. طبعا هي الكاميرا هتقطع مننا لمدة ثواني، بس احنا عملنا استدعاء للأسانسير هو طالع، فاحنا هندخل جوه وهيكون في كاميرا تانية يعني هنفضل متابعين. هو هنا بيقول لنا بالماينس هو طالع، فاحنا هننزل الاول لماينس 2 اللي هو هيبقى على حوالي 85 متر، وبعدين هننزل على رجلينا. احنا ممكن نستخدم الاسانسير يعني، بس هننزل عن طريق السلالم هنمر. فطبعا يمكن احنا شايفين الاسانسير طالع وشايفين بعض، يمكن شفنا بعض الهلمت الخوذات بتاعت الزياره، احنا عندنا زياره، فزي ما انتم شايفين ان حتى الهلمت الطواقي بتاعتنا الواقيه دي بالخوذه بتكون الوانها مختلفه، فاللي بيشتغلوا ابيض، الزوار اورنج، الفي اي بي بلو. اوكي طب بشكل طبيعي بس كنا عم ننزل لتحت رح يروح الارسال. فهلا دكتوره شيماء رح تنزل على حوالي 85 متر، بعدين حتكفي ل 100 متر تحت الارض لحتى نشوف السيارة. احنا هنبتدي كده النت رجع، فاحنا كده شايفين انه بينزل. بعد الارسال ما رجع مزبوط. هلا بس نشوف الكاشف هذا العملاق، رح نلاحظ انه هو هلا مفتوح منه مجمع، مفتوح وحنشوفه انه هو حيبين عنا مثل سلايسز، مثل شرائح، وهيدي الشرائح بتشبه شرائح البصل، بنشبهها كأنه عم نقطع بصل. فهيدي الشرائح تقريبا القطر بتاعها 15 متر، والطول الشكل الاسطواني بتاع الديتكتر هو تقريبا، يعني اول ما عمرناه كان 21 متر، وبلشنا لانه نزيد عليه مع كل فتره بيطلع عنا تجربه جديده او طول جديده بدنا نزيد عليه، فهو حاليا تقريبا 28 متر بالطول كسيلندر. هلا المراحل بناء هيدا الديتكتر او هيدا التجربه هي التجربه الوحيده اللي انبنت فوق الارض، والسبب ليش نحن بنيناها فوق الارض لحتى نقدر نكسب وقت. فاول شيء نحن بدنا نحضر الكافرن اللي هو تحت الارض لحتى نقدر نعمل او ننشئ فيه كل هيدي التجربه، هيدي الفاسيلتي، كل شيء عندنا تحت حنشوفه هلا حتفرجينا اياه دكتوره شيماء بالكاميرا. وبنفس الوقت لنبلش نبني هيدا الكاشف، فلنكسب وقت بلشنا نبنيه فوق الارض. بنيناه على مراحل، وكل مرحله كانت بخصوص شريحه. في عنا 15 شريحه بنت فوق الارض، اكبر شريحه كانت تقريبا وزنها 2000 طن، وكنا عم ننزلهم بواسطه شافت كثير كبير، ما بعرف اذا ببين عنا، يمكن دكتوره شيماء تفرجينا عليه، بس ننزل تحت الارض. وانزال هيدي السلايسز طبعا اخذ وقت واخذ جهد، لانه عم ننزل نحن شرائح بقطر 15 متر فوق الارض ل 100 متر تحت الارض. وهيدي اكبر شريحه اللي كان وزنها تقريبا 2000 طن، اخذت معنا 12 ساعه لنقدر ننزلها تحت الارض،
وكانت كتير صعبة. ليش؟ لأنه كان في عنا كليرنس بس 10 سنتي بين هيدي الشريحة وبين الأدج تاع الشافت لنقدر ننزلها. فأخذت جهد طبعاً وأخذت وقت، أخذت تقريباً 12 ساعة. يعني لو تركنا الجاذبية كانت أخذت ثانيتين، بس كان صار في عنا كارثة طبيعية تحت الأرض. وخلال طبعاً مراحل الحفر تاع الكافرين تحت واجهت صعوبات كثير الفريق، منها أنه كان في مي تحت الأرض، فأخذت فترة البناء فترة طويلة كذا سنة، بس بالآخر نزلوا كل هدول الشرائح وجمعوهن، وصار في عنا هيدا الكاشف، هيدا الديتكتر اللي هلأ رح نشوف كمان مع الدكتورة شيماء. ما بعرف إذا رجعتي معنا على السماع أو بدك نكفي. هاي سمعيني؟ سمعينك. إيه. في سؤال هنا في القاعة، إزاي الشريحة دي نزلت؟ يعني كيفية؟ أوكي، إحنا هنشوف دلوقتي إزاي الشريحة نزلت. سارة أنا ممكن أشاور لك وأنت تكملي يا سارة. أوكي طيب، إحنا دلوقتي هنوريكم إزاي بالضبط الشريحة دي نزلت. الشريحة اتكونت فوق، اتبنت فوق، ده كان فوق، يعني كل ده كان فوق الأرض في الكونستراكشن هول زي ما إحنا شايفين. طبعا ده بداية الحفر، ده المكان اللي إحنا فيه اللي سارة كانت بتشرح عنه التجربة. وبعدين حتى وهم كانوا في الحفر حصل ان هم لقيوا ريمننت موجود من الرومانس قبل كده، فابتدوا يوقفوا الحفر ويجوا بقى الاثار يشتغلوا ويشيلوا الحاجات دي. كان كمان في مشكله ثانيه، ساره قلت لهم مشكله الميه اللي لقيوها تحت الارض ولا ما بلا صحيح. صحيح. اوكي، فكان في كان في مشكله ان كان في ميه، فعلشان ينزل يعني ينزلوا الحاجه كان لازم يتغلبوا على المايه دي، فاضطروا ان هم يجمدوها علشان خاطر يعملوها ديجنج عشان يحفروها بقى وينزلوا. فطبعا بردوها علشان تبقى ثلج تتحول لصلب. كل اللي احنا شايفينه ده كده هنا تحت فوق الارض زي ما احنا شايفين اهي الويل اللي كانت بتقول عليها ساره، دي كانت لحد كده، دي كده احنا فوق الارض. فابتدوا ان هم عايزين ينزلوها، فابتدى ان ينزلوها زي ما احنا شايفين المراحل. لو بدينا ان احنا ننزل مثل ما ملاحظين اهو، بدي اشير لشغله بالصور، ملاحظينها كل المعدات اللي هي لونها اصفر اللي هي مثل موبايل، يعني هي اللي بتتحرك، وهي المعدات هيدي اللي ساعدتنا لحتى نقدر ننزل هول الشرائح اللي تحت الارض، الكرينز وكل هيدي المعدات هي اللي ساعدتنا. هي نزلت من هنا تحت الارض، هيدا الشافت. هو ده الشافت ده اللي نزل منه، وزي ما احنا شايفينها كده يعني دي الويل وهي نازله متعلقه اهي، سوري يا نعومي، هي متعلقه اهي وهي نازله من الشفت، وبيبتدي ينزل واحده واحده لحد ما نزل تحت الارض. وده هو شكله وهو نازل من الشفت من فوق. لو احنا عايزين نشوف ده، طبعا مش الشفت اللي نزل منه، هو الشفت بيبقى فيه اكبر من ده، اللي هو الشفت ده فيه شفت تاني اصغر اللي هو زي ما احنا شايفينه هنا. هو مش ده اللي نزل منه طبعا الديتكتور، ده واحد تاني احنا بنستخدمه علشان خاطر ننزل منه بعض الاجزاء. وهو ما لو احنا شايفين في ضوء بيشير للشكل، او لو احنا قادرين نشوف دي اللي فوق ده السقف، ده الزيرو. احنا دلوقتي على ماينس 87. ناومي كان يو ريفير تو داون بليز، لو نقدر نشوف اللي تحت انه ده المعدات اللي بيستخدمها جوه، وهنشوف منها ممكن يكون في حاجه مفتوحه او لا، احنا لسه هنكتشف لما ندخل. لكن هي دي المراحل اللي كانت ساره بتشرح لكم ازاي ان هو اتنزل. احنا دلوقتي هندخل بقى انه بعد، يعني احنا هندخل بعد ما التصادم حصل وطلعت وحصل الرياكشن بتاع البارتكلز مع الديتكتورز، وهنبتدي نرصد بقى. فهندخل بقى في مرحلة الرصد. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين بروسيسور عالي جدا. انا هعدي بالسرعة وسارة هي اللي هتشرح لكم. احنا بنحتاج، لان احنا الريت بتاع الرياكشن ده بيبقى عالي جدا، فبنحتاج له وبيحصل عدد بلايين الايفنتس بالميجا هيرتز. فطبعا احنا ما بنقدرش، ما فيش بروسيسنج يقدر يعد ده، ومش هنقدر نعمل ستورج لكل الداتا اللي طالعه، فلازم نعمل لها عمليه فلتره عن طريق التريجر سيستم. ده الركات الخاصه بالتريجر سيستم،
علشان يبقى في سرعه زي ما قالت ساره ان البروتونز بتتعجل بسرعه الضوء، وكمان الريت بتاع الانتراكشن بيكون عالي جدا، فبالتالي بيطلع برضو الداتا عايزه تتعد بسرعه. فطبعا بنستخدم اللي انت شايفينه ده هو اوبتيكال فايبرز اللي هي الكابلات الضوئيه اللي بنستخدمها عشان تبقى سريعه جدا. طبعا احنا شايفين صفوف من الراكات دي، لان احنا هنشوف تحت ان كل ديتكتور متوصل بالتريجر ده، واحنا بنقول التريجر سيستم او الداتا اكوزيشن. ده طبعا ده جزء من الداتا اكوزيشن وهو على ليفل. ساره هتشرح لنا الجزء ده اكتر مني. احنا هنعدي هنا بس على كمان في جزء من الباور سيستم بتاع الديتكتورز بيبقى موجود هنا في، احنا لسه في السيرفيس كافرن الخدمات اللي هو الكافرن الخدمي ده. بعض الراكات دي بتكون بنحطها بره بره الديتكتور انها تبقى اكسسبل، نقدر ندخل لها في اي وقت، لان لو حصل خلال الران مشكله في الباور سيستم الديتكتور هيقف، واحنا مش هنقدر يعني ممكن مش كل التجربه هتقف. احنا قلنا ان هي متكونه من ديتكتورز كتير، فواحد اثنين ثلاثه ممكن جزء كامل ما يقف. فطبعا ده كده واحنا ما نقدرش ندخل لان في اشعاع عشان نغير بعض الموديولز او الاجهزه المستخدمه. فبالتالي احنا بنحطها هنا في السيرفيس كافرن بحيث ان لو حصلت مشكله نقدر ننزل ونحل المشكله بسرعه. الفرق بيننا وما بين السيرفيس كافرن احنا هنشوف واحنا داخلين للاكسبيرمنتال كافرن، القبو باللغه العربيه بنقوله، طبعا دكتوره اميره اكيد تصلح لي يعني استاذه اللغه العربيه. فده اسمه القبو الخدمي، واحنا هندخل القبو التجريبي اللي فيه التجربه من اسم التجربه. ففي فرق بيننا حيطه طولها 7 متر، ده علشان خاطر لما التجربه السي ام اس دي فيها اقوى مغناطيس موجود على سطح الارض اللي هو 4 تسلا تقريبا، 4 تسلا يعني، هو مش 4 تسلا بالظبط بس احنا اللي هو 3.8. فعلشان الماجنتيك فيلد وعشان الاشعاع دي ال 7 متر دول خرسانه مسلحه، عشان الاشعاع علشان الماجنتيك فيلد، بس الماجنتيك فيلد بيعدي ال 7 متر ده. فاحنا دلوقتي الماجنت، احنا لما ندخل الماجنت مش شغال يعني الماجنت، لان التجربه مفتوحه فالماجنت مش شغال. المغناطيس مش شغال، احنا هنشوف ازاي بعض التاثيرات بتاعته. فمن فضلك يا المهندسه ساره تشرح لهم الريت بتاع الانتراكشنز اللي بيحصل والتريجر لحد ما انا اوصل للباب الثاني اللي هندخل منه على القبو التجريبي او اللي فيه التجربه. اكيد إشارة صغيرة بس للماجنتيك فيلد اللي هلأ ذكرته دكتورة شيماء، إنه هو تقريباً مثل ما قالت 4 تسلا، فهو ما يعادل أكثر من 100,000 الحقل المغناطيسي بتاع الكرة الأرضية. نحن بحاجة لتقريباً 18,000 أمبير لحتى نقدر نشغل هيدا المغناطيس الضخم اللي عنا إياه. هلا بنرجع لكيف نحن عم نجمع هيدي الداتا كلها اللي عم تطلع معنا من الكوليجنز. تقريبا كل ثانية عم يطلع معنا 40 مليون ايفنت من التصادم، وبصير في عنا التصادم كل تقريبا 25 نانو سكند، يعني بأجزاء من الثانية نحن كل شوية عم بصير في عنا تصادم جديد. عم يطلع في عنا 40 مليون ايفنت، وطبعا عم بصير في عنا التصادم الثاني، يعني عم بصير في عنا events زيادة قبل ما البارتيكلز اللي طلعوا من التصادم اللي قبله يتركوا الديتكتر. فهيدا الكم الضخم من الايفنتس ومن المعلومات اللي عم توصلنا ما رح نقدر نخزنه، يعني physically it's impossible، ما بنقدر انه نخزنه. فبالتالي بدنا نمرق بمراحل فلترة لهيدي الايفنتس. فكرمال هيك نحن أسسنا التريجر سيستم اللي فرجتنا على الدكتورة شيماء من شوي. أول مرحلة هي level 1 trigger اللي هو قائم على اتفضل سارة. سوري انا اسفه، ده ال 7 متر اللي انا بتكلم فيهم، ان احنا كده احنا دخلنا، لو كنت اكيد شفتوا في الكاميرا واحنا داخلين، دي البوابه الثانيه ولونها اصفر، ده معناه ان احنا داخلين على التجربه. ده ال 7 متر اللي احنا الحيطه اللي احنا دخلناها. هفتح دلوقتي، طبعا هو الباب نفسه خرسانه وتقيل، بس مهما كان تقيل هو مش تقيل زي لما بيكون الماجنت اون، يعني المغناطيس لما بيكون اون شغال ده بيبقى عايز 3 4 يشدوه معايا يعني، لكن هو نفسه تقيل. فاحنا هندخل بقى، انتوا الحمد لله ان انتوا طبعا مش سامعين النويز اللي عندي، فاحنا هندخل فبسرعه
Oops. Okay, فقدنا الاتصال. We're still connected, right? They will reconnect. Okay. لكن نلحق حالنا دغري على التريجر سيستم قبل ما ترجع لنا دكتورة شيماء. عارف رجعت خلص ما مشي حال. Keep continue. Okay. اوكي طيب اللي كنا عم نحكي انه في عندنا طبعا تريجر سيستم. المرحله الاولى هي ال1 ليفل ليفل 1 تريجر اللي هو قائم على الهاردوير. ليش هاردوير؟ لانه بتشتغل بطريقه اسرع بكثير من السوفت وير، ونحن بحاجه لهيدي السرعه لانه نحن مثل ما حكينا كل 25 نانو سكند عم بيصير في عندنا كولجن جديده، فنحن بحاجه ل سيستم يقدر يعمل هيدا الفلتريشن بسرعة هائلة بأجزاء من الثانية. منقلص هيدا ال 40 مليون إيفنت ل 100 ألف إيفنت بأول مرحلة بأجزاء من الثانية، وبعد منا مننتقل للهاي ليفل تريجر ومنلخصهم. تفضل. سوري يا سارة. تفضل. سارة تقتلني بعد ما اطلع بقى. انا بس هحب ان انا اوريكم جزء في السكيما وبعدين هوريه لكم في الطبيعه. احنا كده جوه داخل القبو اللي بيحتوي على هذا العملاق اللي احنا بنقول البيبي بتاعنا، بس هو عملاق بالنسبه ل هو طوله هو عباره عن اسطوانه طولها حوالي 29 متر وقطرها اوكي. هو نعومي وريته لنا في الجزء الاصفر، احنا شايفين الشخص الاسود الصغير ده، ده مقارنة ولا لما هنزل هتشوفوا الحجم. طب اللي احنا شايفينه ده بالكاميرا اللون الاخضر ده ده بداية دخول البيم من اللارج هاترون كولايدر، يعني البروتونز بقى جاية من اللارج من مصادم هتدخل جوه التجربة. طبعا احنا دلوقتي زي ما قلت واحنا في الكنترول روم ان احنا خلاص خلاص بنقفل الشغل او الصيانة وهنبتدي ندخل نقفل التجربة على بعضها. احنا كده في النيجاتيف سايد في الجانب السالب بتاعه، احنا عندنا جانب سالب وجانب موجب بس عشان نرفق نشاور بس نتكلم جوه. فالجزء الاخضر ده زي ما انت شايفين ده البيم اللي احنا بنشوفها في الصور لونها ازرق لما بتدخل، ده الانبوب اللي جواه الانبوب الصغير اللي لونه احنا هبص هتبان في الكاميرا، انا هحاول ابان في ده البيم بتاع البروتون بيمشي جوه ده الفضي ده. والجزء الاحمر اللي احنا شايفينه ده الكفر او الغطاء بتاع اللي بيقفل السي ام اس ديتكتور، وده ايرون حديد علشان يقوي بالظبط. شكرا. ده كده البيم كده هيدخل كده وهتقابله الناحيه الثانيه اللي هي قالت عليها ساره، هيجي من الناحيه الثانيه وهيخبطوا هنا بس مش هنا، ده هيخبط هنوريكم هم هيخبطوا فين من الناحيه الثانيه. واحنا ماشيين هنلاقي بعض الركات برضو اللي لونها ازرق دي بيبقى موجود فيها الاجهزه اللي بتنقل الايفنتس او الاحداث اللي قالت بتتكلم عليها ساره ان احنا عايزين نعدها. فهي اول الكونسبت الاساسي علشان اللي حاضرين لو هم مش فيها، لما بنيجي نتكلم على التجارب النوويه عامه او اي تفاعل لما بيحصل البيمز بتبقى جايين بيخبطوا الاثنين جايين عكس بعض، فلما بيخبطوا في بعض كده بيطلع منهم النواتج بتاعه التفاعل البروتوني ده، التصادم البروتوني ده بيبقوا كتير جدا وبيطلعوا في كل الاتجاهات. فعلشان نقدر نحصرهم كلهم ونعدهم فبيتكون الديتكتور حوالين البيم دي، بيبقى عباره عن لايرز، فعباره عن شرايح كده الدوائر دي اللي هي كانت اللي كان شرحتها ساره. فالفكره بان اول ما بيحصل الانتر اكشن او التفاعل بتاع الجسيمات مع ماده الكاشف ده اللي عن طريقه احنا بنتم الكشف عن الاشعاع، ده الكونسبت الاساسي او ده الفكره الاساسيه اللي عمل اي كاشف اشعاعي، انه بيحصل تفاعل ما بين الخارج ده وماده الكاشف. الكاشف بيترجمها لايه؟ لالكتريكال سيجنال، يعني سيجنال كهربيه زي اللي بتتعد بقى، هو ده اللي كان بنتكلم ان احنا لازم نعده. طيب اول ما بتحصل الالكترونكس او اللي بنستخدم علشان خاطر نقرا بيها السيجنال الضعيفه دي محتاجه كهرباء، محتاجه طاقه عشان نشغلها، ومحتاجين ان احنا نكبر السيجنال بتاعتنا دي اول ما تعمل، لان هي بتبقى صغيره جدا الفاليو بتاعها القيمه بتاعتها بتبقى صغيره، فلازم نكبرها بمقدار يحفظها انها تتشاف اولا، ثانيا انها تتحفظ ونعتبرها انتر اكشن.
طيب الديتكتور اللي احنا هنشوف حته حته منه كده، فاحنا واحنا ماشيين هنشوف الراكات، الراكات دي موجود فيها جزء من الجازز، وبعدين هنشوف بقى الجزء المفتوح زي ما احنا شايفين كده. هو لسه السلايز هي ابتدت تتقفل، لكن لسه في جاب لسه ما اتقفلتش. كل ده هيقفل على بعضه، كل ده لازم يقفل على بعضه علشان خاطر الجاب اللي احنا شايفينها صغيره دي، دي ممكن السيجنال بتاعتنا تضيع فيها او البارتكل بتاعنا يمتص بيه المكان. لما بيكون طبعا انا يعني انتوا الحمد لله ان انتوا مستمعين النويز، يعني لان انتوا مش هتسمعوني انا شخصيا لو انتوا سامعين النويز اللي احنا فيها دي. النويز بتاعت المبردات اللي بتستخدم لتبريد الاجهزه دي. زي ما احنا كده شايفين ده الجزء البوزيتيف وقد ايه هو عملاق، بس هو احنا برضو بنقول عليه كومباكت. كومباكت يعني مضغوط، وزي ما قالت ساره الماتيريال اللي موجوده فيه بالنسبه للدايمنشن هي كثيره جدا وكثيفه جدا. ده لو احنا شايفين بقى البيم دي الناحيه الثانيه، وشايفين جوه بقى اللي احنا مش شايفينه انا هحكيه. اول طبقه من الديتكتورز دي بتكون السيليكون تراكر، وده عباره عن سيمي كوندكتور ديتكتور. طبعا احنا مش شايفين ده في الصوره، لكن هو هيبقى جوه الجزء. انا بحاول بس اجيبه عند الكاميرا. يس. هنا في جوه بقى الجزء بتاع الكواشف اشباه الموصلات، ده داخل جوه ما هوش باين ليا. ده اول، لان دي معروفه ان هي قوه التفريط بتاعتها بالظبط. شكرا. لا، الجزء اللي قبليه قبل الاخضر ده الجزء التراكر، وده التراكر ده عباره عن كواشف شبه موصله، ووظيفتها ان هي هي اسمها تراكر، جايه من تراك اللي هو مسار، يعني هي بترصد المسار، بتقدر تعمل ترصد المسار بتاع الجسيم اللي طالع لما يحصل انتر اكشن في الماده بتاعته. بعد كده بيكون اللاير اللي بعده اللي كان لونه اخضر في الصوره، معلش نشير الصوره ثانيه يا ساره. الجزء الاخضر الصوره موجوده. اوكي، انا مش كنت شايفاها، انا ما اعرفش اذا كانوا هم شايفينها او لا. ولا الايكال ده اسمه الكتروماجنتيك كالوميتري. الكالوميتري، كلمه كالوميتري دايما بتعني ان انا هقيس طاقه، يعني الكالوميتري عشان كده حتى بنقولها الطاقه بالكالوري. فالكالوميتري لما اقول كلمه كالوميتري معناها ان انا بقيس طاقه. فاحنا شفنا الجسيم اللي طالع من التراكر، عايزين نقيس طاقته بقى قد ايه، فبنقيسها بالكالوميتر. عندنا نوعين من الكالوميتر اللي موجودين جوه التجربه بتاعه السي ام اس. الاولاني هو الايكال او الالكتروماجنتيك كالوميتري. كلمه الكتروماجنتيك بتفكرنا دايما بالالكترون، فهو بيقيس الالكترونز، وطبعا حركه الالكترونز اللي بتطلع الفوتونز، فيبقى ده الفوتونز والالكترونز اللي احنا عارفينها. الالكترونز اللي احنا عارفينها دي بتتحرك، هي دي بنقيس الطاقه بتاعتها. طيب اللاير اللي بعديه اللي هو لونه اصفر في الصوره، ده اسمه الهيدرونيك كالوميتري. الهيدرونيك ده هو كلمه الهيدرون، للناس اللي مش بتوع فيزياء. الهيدرون ده عباره عن لما بيحصل لما بنكسر البروتون، البروتون بيتحول لكواركس. دي صغيره جدا ما نقدرش نشوفها، ما تقدرش تقعد لوحدها، لازم تتحول لهيدرون. الهيدرون ده معناه ان هو يا اما ثلاث كواركات او خمسه مؤخرا، بس الاساسي ثلاث كواركات او ميزون اللي هم اثنين كواركس مع بعض. ففي الحاله دي احنا بنسمي سواء ثلاثه مع بعض او اثنين مع بعض او خمسه مع بعض بنسميها هيدرون. هيدرون معناها ان هي بتتكون من حاجه ثانيه ما هياش اليمنتري. البروتون والنيوترون اشهر امثله للهيدرون، عشان كده اسمه لارج هيدرون كولايدر. الهيدرون هنا بيشير للبروتون، لان البروتون ما هواش اليمنتري، هو بيتكون من ثلاثه كوارك. فالهيدرونيك كالوميتر بقى هو بعد ما البارتكل دي بتطلع زي كواركات، قلنا الكواركات دي ما بتعيش منفرده، يعني ما ينفعش تعيش نشوف كوارك لوحده، فبيتحول لهيدرون. الهيدرون ده طبعا بيتحول بسرعه جدا، يعني ب 10 اس سالب، ما بين بقى بنتكلم من سالب 10 واعلى وسالب 9، يعني حاجات صغيره جدا. انا بتكلم على واحد على مليون او 1000 مليون، او ده العمر بتاعها يعني. فلما بتبقى عباره عن هيدرونز بيبتدي تتفاعل مع ماده الهيدرونز دي كواشف وميضيه. الكالوميتري هي كواشف وميضيه، وبتتقاس بفوتو مالتبلاير زي ما احنا شفنا في المعمل.
بعديه بقى الجزء الفضي اللي احنا شايفينه هنا ده الماجنت اللي احنا بنتكلم عليه. سوري الجزء الفضي اللي احنا شايفينه ده هو ده الماجنت الالكتروماجنت او المغناطيس الكهربي اللي احنا بنستخدمه. ده زي ما بنقول ده هو يعتبر الكي بتاع المفتاح نجاح تجربه السي ام اس، لانه هو ده اللي خلانا نقدر ان احنا نعمله كومباكت، يعني نقدر نخليه صغير مقارنه طبعا بتجربه الاطلس اللي هي بتقيس نفس يعني نفس الغرض نفس الاهداف، ولكن الماجنتيك فيلد اللي هم بيستخدموه هو تقريبا نص او اقل من اللي احنا بنستخدمه هنا في السي ام اس. ده خلانا ان احنا نقدر في حجم اصغر نقيس نفس التارجت يعني او الاهداف بتاعتنا. طيب اللي بعد شيماء دكتوره شيماء بس كمان بحب شير انه هيدا الماجنت هيدا المغناطيس هو اتقل جزء بالكاشف، يعني هو تقريبا حقيقي. وزنه 12500 طن، هو اتقل جزء عنا اياه بالكاشف وهو اضخم مغناطيس موجود على الكره الارضيه. طيب نرجع تاني بقى نرجع بره، احنا بنخرج لبره فاحنا شايفين اللي هو الاحمر في فضي في اورنج، ايه ده الجاز الجاز ديتكتورز او الكواشف الغازيه. الكواشف الغازيه موجوده عندنا في السي ام اس هم اربع انواع مختلفه، ولكن ده علشان نستخدم التكنولوجيا بشكل مختلف يعني، بس لكن هم في النهايه كواشف غاز. والاحمر هو مش الكواشف، الاحمر ده حديد، ده فريم من الحديد، والفض اللي بين الاحمر هو الكواشف. فاحنا شايفين واللي بالعرض ده برضو ده نوع من انواع الكواشف. طيب اللي احنا شايفينه الجمال بقى الازرق ده والاحمر، الخيوط اللي احنا شايفينها دي كابلات، يعني دي كابلات قد ايه. بصوا الرسم التنظيم بتاع الكابلات اصلا على الديتكتورز عشان توصل لجوه، والاخضر ده ليه معنى والازرق ليه معنى. فانا لما اجي ابص او اي حد طبعا انا كشيماء فيزيائيه جوه ضمن الاف الفيزيائيين المهندسين اللي موجودين والفنيين اللي هم عامل اساسي موجود عندنا في بناء هذا الطرح، يعني اول ما ندخل بنعرف نشوف بنبقى فاهمين هو ده الكابل ده بتاع ايه، بتاع باور بتاع ارضي بتاع ايه، يعني بنبقى فاهمين ده. فكأننا بنرسم لوحة فنية بالكابلات، لأن أنا بحس إن أنا قدام لوحة فنية وإحنا بنشوفه. لو بصينا هنا الناحية التانية ده مثلاً دي أجزاء من بعض من أجزاء الكواشف الغازية. الجزء اللي قدامنا على طول اللي هو اتفضلي آية. هو بس في سؤال، يعني إحنا شايفين التجربة فيها أكتر من جزء سواء الديتكتور سواء زي ما كنا قلنا طبعا بيحصل كتير اعطال، وفي حاجات اعطال بتبقى ممكن تتاجل، في اعطال لازم يبقى فيه بيحصل فيها تدخل عاجل. العطل زي ما قلنا ده كان السبب ان ليه في اثنين قبو، يعني في واحد فيه خدمي، فاحنا عارفين مبدئيا ايه الاحتمالات العطل اللي تحصل. فالحاجات اللي احنا عارفين ان ممكن تحصل فيها عطل بمعدل عالي بنخليها بره عشان تبقى متاحه لينا. لو حصل جوه الديتكتور عطل، لو هو يقدر ان احنا وده بيحصل، لو نقدر ان احنا طبعا بس ما بيبقاش في الديتكتور نفسه مش في التجربه نفسها، لو هو في الركات اللي هي جوه بيكون في تصريح، والناس بتنزل طبعا بمجهزه ومعدات بيبقوا نازلين، بس قبل ما ننزل بنبقى عارفين احنا هنعمل ايه علشان نقلل طبعا المينيمم تايم او نبقى نقلل وقت تواجدنا تحت الارض. ده بيبدا ان اي مشكله بتحصل جوه بتعمل الارم، زي ما شفنا واحنا كنا تحت وما فيش حاجه، زي ما احنا شايفين اهو ما فيش حاجه حصلت، هو كان ممكن يكون بس مجرد شانل واحده من بلايين التشانل الموجوده ادت ان انا عندي درجه الحراره عاليه مثلا او عن العادي. هي اولا ما بتطلعش مره واحده، يعني احنا عندنا ليفلز برضو، فبيبقى موجود ليفلز انه احنا بنبتدي من اول ما يبقى في يحس كده ان في حاجه مش نورمال بيبتدي يدي اشاره علشان نبتدي نستعد.
احنا اول ما بيدي اشاره ان في حاجه مش شغاله بيرفكت، بيبتدي يحصل زي ما قلنا ان كل ده بيترصد فوق الارض، فبيبتدي السنترال شيفتر يكلم الخبراء، والخبراء بتفضل حاطه عينها على الاستجابه. ولو طبعا حصل ان احنا محتاجين ان احنا نقفل الديتكتور، مش الديتكتور كله طبعا، هو بيبقى جزء واحد بنقفله لحد ما يجي الخبراء ان هم يصلحوه، او لو هيفضل طبعا مش هنقدر نعمل له اكسسي، فبيفضل مقفول لحد ما يجي زي ما احنا شايفين دلوقتي التكنيكال شوت داون، الجزء اللي هو اللي احنا بنقف فيه عشان نعمل اللي احنا طبعا هو اللي ورا السيلفر اللي احنا شايفينه ده، فيه لايرز برضو من الانواع الكواشف المختلفه، لكن علشان احنا خلاص احنا بنقفل، فبالنسبه لنا احنا قفلنا، احنا يعني بنجهز على ان احنا ندخل البيم. انا كده جاوبت على السؤال؟ تمام. بس هو معنى كده ان انتوا شغالين 24 ساعه صح؟ احنا شغالين 24 ساعه لكن بثلاث فرق مختلفه، فاحنا بنبقى في من كل شيفت بتبقى 8 ساعات، ممنوع ان حد ياخد شيفتين ورا بعض علشان التركيز، وممنوع حد ياخد اكتر من 3 نايت شيفت في الاسبوع برضه علشان التركيز. فكل 8 ساعات بيجي فريق كامل بيتغير وبيكمل، وده قد ايه يعني ايه روح الفريق، يعني هو اللي بيجوا كل 8 ساعات سواء جوه، احنا مش هنقدر نروح الناحيه الثانيه، we cannot abuse right yes yes okay. احنا طبعا احنا شايفين، بس هنا لو انتوا شايفين الاورنج ده، اللون الاورنج اللي هناك ده، انا منه دلوقتي عرفت ان احنا مش هنقدر، دي الساين ان احنا ما نقدرش نروح نقف هناك، فاحنا هنصور هنا، لان هو انا زي ما قلت زي ما انتوا شايفين كده البيم بيبتدي نقفل الديتكتور، فهو الناحيه الثانيه هيتقفل الاول، فدلوقتي ما نقدرش نروح، وزي ما احنا شايفين انه قد ايه احنا صغيرين جنب هذا العملاق اللي بالنسبه لنا عملاق طبعا، وهو صغير برضه ما عليكم بقى. فزي ما انتم شايفين كده في كاميرات، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هنا امبارح، ان احنا نقفل الديتكتور على بعضه او التجربه على بعضها، دي مش حاجه سهله ومش بتحصل بسرعه، يعني اللي بتحصل ببطء شديد. طب ازاي بيتحرك؟ هو على عجل، يعني احنا عايزين نشوف وي كان شو ذا ريل، يعني احنا شايفين هنا ده واحد من الريلز اللي موجوده في خدمات تحت الارض، يعني في اوبننج كده هنشوفها من هنا. بصوا في اجزاء تاني تحت الارض اصلا، يعني تحت هو اللي هو تحت الارض، احنا دلوقتي اصلا تحت الارض ب 100 متر وفي ماينس تحتنا. طيب هو عشان يتحرك العجل بتاعه، وي كان سي ذس هير اي ثينك. نو وي wanted تو سي ذا اوكي ذا موفينج يس. احنا هنشوف هنا، بصوا لو شفنا هنا هنبص نلاقي ان الاير باد دي موفينج سيستم، ده اللي بيحرك الديتكتور فوق وتحت، وكمان تحت ده متحرك، يعني ده طبعا هينقله. في سؤال تاني هو بس محتاجين يعرفوا ليه انتوا بتحتاجوا الديتكتور ان هو يتحرك، وكمان يعني انتوا في عجل مثلا بيتحركوا غير انه الوزن بتاعه 12000 طن، فمحتاجين يعرفوا برضه الماتيريال ممكن تستحمل حاجه زي كده. اولا احنا بنفتح الديتكتور علشان نشوف نعمل صيانه او نركب اجزاء جديده او نشيل اجزاء الحركه بتاعته بتبقى هو يقدر يتحرك. طبعا احنا ليميتد في الهايت، في الارتفاع احنا ليميتد، لان طبعا القبو على قده وعلى قد الاصفر. ناومي كان وي سو ذس، احنا شايفين الاصفر ده الكرين اللي احنا بنتحرك بيه فوق، لو احنا عايزين ننقل حاجه من فوق. طيب تحت بيبقى على عجل، العجل اللي احنا شفناه الاحمر ده حديد صلب، هيتحمل، وبعدين هو مش على عجله واحده، يعني هو اصلا سلايس، مش كل سلايس فيها مجموعه من الديتكتورز. بعد كده اللي احنا واقفين عليه ده بمعنى انه الضغط بتاع وزن هيدا الكاشف ما عم بيكون على بس عجلة أو اثنين، لا هو مقسم 15 شريحة، كل جزء بيحملوا مجموعة عجلات. رجع كل شيء came back.
اوكي ساره انت فصلت شوي معنا دكتوره شيماء بس لحتى تكوني عارفه وهلا رجعتي معنا. يلا طيب فاحنا الريل دي بقى اللي تحت دي احنا بنحتاج نحركه تاني، يعني بعد ما فتحناه عايزين نقفله، فعشان نقفله لازم يتحرك. زي ما انت قلت ان هو تقيل قوي فمش هيتحرك بسرعه، ده يعني لازم عشان الاجهزه والاسلاك دي متوصله عن طريق حاجات، فبيبقى فيه طبعا فريق كامل وبينسق مع بعض، ده فريق كبير. التجربه فيها اكتر من 6000 فرد بيشتغل ما بين فيزيائيين ما بين مهندسين ما بين عمال فنيين، وكل واحد دكتورة شيماء كمان بعتقد مش بس كرمال الوزن هيدي العجلات او هاي الشرائح، كمان كرمال السنسيتيفيتي للمواد اللي موجوده للتكنولوجي اللي موجوده بقلبها. هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان احنا الحاجات دي حساسه، فاحنا وطبعا بما ان احنا ده هو الماجنت اوف، ولكن احنا لسه عندنا، طيب احنا قلنا ان ده حديد وفي ماجنت، فالماجنت هيأثر ازاي؟ انا بس عايزه اوريكم برضو حاجه لطيفه قوي، انه قد ايه ان احنا بيبقى عندنا علشان ننظم الداتا وهي بتعمل ريدنج. كان يو شو ذيس بليز، بصوا في راك هنا، يعني انتم متخيلين في اجهزه هنا عند عشان تبقى قريبه من فهو بعد ما بيتركب بينزل هنا، او لما يجي عشان حاجه زي دي مثلا تبقى صعب جدا ان احنا نوصل لها في حالة لو حصل إشي، عشان كده الحاجات دي لازم تمر باختبارات جودة قبل ما نوصلها. طيب ده حديد اللي أنا شايفاه الأحمر، ده حديد بعد الماجنت اللي بيتعرض له أكيد لازم هيفضل عندنا بواقي من الماجنتيك فيلد، الفيلد ما بيبقاش عالي لكن ستيل إحنا لو جينا قلنا هنا حطينا مثلا ده كده يس زي ما شايف نعومي اشطر مني طبعا، لان هي بتشتغل هنا في الكافرن اكتر مني، فزي ما انتم شايفين هي دي بين، لكن هي كده متعلقه نتيجه ما فيش ماجنت شغال، ده البواقي بتاعت الماجنتيك فيلد. طبعا لو احنا بقى الماجنتيك هيبصوا حتى الاثنين هم لسه ماسكين في بعض ومسكوا في الحديد، فطبعا في لسه بواقي بعض المغناطيس الماجنتيك فيلد اللي موجود. طيب في حالة بقى الماجنت اون، يعني انا هقدر اكونفيرم ان لو انت معاكي مفكه او اي حاجه بقى حديد بتطير جوه المكان، وطبعا الجزمه دي ممكن تلزق في اي حديد وانا 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 ماشيه، فانتوا شايفين البينز دي يعني هي كده واقفه على بواقي القوى المغناطيسيه اللي احتفظ بيها الحديد، عشان كده لما بنيجي نشتغل زي ما انا هعمل دلوقتي لازم نمسك الحاجات دي كده ونشيلها، لان ونطمن ان بعد ما خلصنا شغل الحاجات دي كلها احنا شلناها. ليه؟ لان الحاجات دي لو احنا شلناها وبعد كده التجربه اتقفلت والماجنتيك فيلد بقى اون، الحاجات دي هتطير بقى، يعني اول ما يشتغل الماجنتيك فيلد هتلاقي بقى ايه البين دي راحت في اي حته بقى، وممكن الناس تشوفها لان هي حصلت انتراكشن من حاجه غريبه، في جسيم جه من حته غريبه. احنا مش هنقدر طبعا نروح الناحيه الثانيه زي ما قلنا ان هي بتتقفل من امبارح، لكن احنا كده يعتبر خلصنا الجزء بتاع الكافرن. لو حد عنده اي سؤال خاص بجوه الكافرن او لو سؤال فيزنا احنا ممكن نجاوبه واحنا طالعين او لما نطلع الكنترول روم تاني. اي اسئله؟ معنى كده يعني وسط ما حضرتك بتبقي شغاله اي اكسسوارز بنشتغل بيها وبتديك، وسط ما احنا بنشتغل بنكون معلش الصوت معلش علي الصوت لان انا مش سامعه، لان انا عندي هنا نويز وانا بشتغل اي اكسسوارز انا نفسها حديد هتطير من قوه الماجنت اللي بتبقى موجوده في المكان. انا لما بشتغل ما ببقاش هنا، اللي بيشتغل الفيزيائي او اي حد في الكنترول بيكون في الكنترول دي فوق الارض، لما بيبقى الماجنت اون بيبقى ما فيش حد هنا، لانه كده احنا ممكن ننزل. طبعا قوى المغناطيس ما هياش بتاثر على مش الكتروماجنتيك ويف، مش اشعه كهرومغناطيسيه، دي ده مجال مغناطيسي زي الام ار اي، فلو انت مش لابسه معادن كتير مش هياثر قوي عليكي على الهيك. بس طبعا ليه بعض مش معناه ان احنا نشتغل فيه سيف طول الوقت، لا
لكن اللي انا عايزه اقوله، لا احنا لما بنشتغل على الداتا اللي بتطلع بيبقى بعد الفلتريشن اللي قالت عليها ساره، ومتخزنه اصلا في بروسيسور، وحتى التشغيل ذات نفسه بيكون من فوق الارض ب 100 متر، ما بيبقاش تحت، احنا ما بنبقاش قاعدين تحت. ده مش معمل، ده الفرق يعني. دي بيج اكسبيرمنت. البيج اكسبيرمنت مش زي ما تكون عندك معمل صغير وانت جنبك الديتكتورز، لا ده مجموعه ديتكتورز، ده بالاف مئات الاف الديتكتورز، وانت بترصدي اي حاجه فوق ريموتلي. وهذا السبب لانه عملنا اثنين قبوان، تو كافرنز، انه في عندنا سيرفيس كافرن وفي عندنا الاكسبيرمنتال كافرن، لانه اهم شيء عندنا بشكل اساسي هي سلامه الشخص، سلامه والسلام والامان تاع الشخص، السيفتي. حتى لما يكون البيم شغال وتكون الاكسبيرمنت مقفله، لما يجي لعنا فيزيتورز، زوار بدهم يزوروا، فهي ابعد نقطه نحن بنقدر نوصل لها هي تقريبا 87 متر تحت الارض، ما بنقدر نفوت على الديتكتور. وحتى هناك لانه مع انه بنكون بعاد انه ورا حيط تقريبا هو 7 متر، بس برضه بنقدر نحس بهذا الماجنتيك فيلد. فنحن دائما دائما بنشدد على الزوار لما بده يجوا بهيدي الفتره انه ما حدا يكون حاطط شيء مركب، جهاز مثلا بيس ميكر او اي شيء ممكن يتأثر بالمجال المغناطيسي، كريدت كاردز أو أي شيء معانا ممكن يتأثر بالمجال المغناطيسي ما فينا ننزله. وكل هيدي الأمور نحن كتير كتير منشدد عليها، لأنه بالنسبة لنا يعني بشكل أساسي سلامة الشخص وصحته هي أهم شيء. الأبعد نقطة بنقدر نوصلها لما يكون البيم شغال هو بعد هيدا الباب الأصفر اللي هلأ رح تقطعه الدكتورة شيماء، بس يكون البيم شغال هذا الباب الأصفر نحنا ما بيعود فينا نقطعه. وفي عنا أصلاً شاشة من الميل الثاني بتعطينا الحالة تاعت البيم أو تاعت الإكسبرمنت. لما يكون البيم شغال بيكون closed، خلاص ما فينا نقطعه. ولما يكون safe وفينا نقطعه بيكون لونه أخضر، وبيكون فينا نحنا إنه نقطع هذا الباب. صار اوكي فضل. ساره اتفضل. احنا كنت بتشرحي البانل، فانا هو بوري البانل اللي هي ساره بتقصد عليها. زي ما احنا شايفين هنا البانل دي بتدينا الستاتس بتاعه الكفرن جوه. طبعا بما ان احنا طبعا دلوقتي في حاله شت داون مفيش بيم، فطبعا هو مدينا جنرال اهو ان هو ممكن ان احنا ندخل. بعد كده بيحصل تشيك يعني كامل لي، ولو طبعا في حاله ان لو الانتراكشن شغال بتبقى عندنا بتاعه الراديشن بتاعتنا هي بتبقى حمراء طبعا بتبقى شغاله، وما بنقدرش نعمل اكسس. بيبقى طبعا بيبقى في لوكر هنا محطوط على الباب في الحالة دي. لما كنت بتسأله لو حصل عطل أثناء بنعمل يعني بيحصل برميشن لناس معينة وبتبدأ تنزل وبيبقى فيه بروسس معينة. طيب لو احنا بعد الشغل بعد ما خلصنا الشغل، لو حالة أي احنا عادة لما بنكون بنشتغل، احنا النهاردة مش مشتغلين ولا حاجة، في هنا فول بودي راديشن ديتكتور ان احنا بنطلع. اول ما لما قلت لما بيكون في تجربه شغاله لازم بندخل ونطلع بقى بعدها بيس احنا الفول بادي، يعني بنحط ايدينا ورجلينا كلنا بنبقى واقفين عليه وبيقيس كل الاشعاع. طيب احنا دلوقتي حاليا في ماينس 3، احنا هنطلع من ماينس 3 اللي هو احنا دلوقتي هو زيرو، لسه هينزل لنا بقى تحت الارض. احنا في هو هينزل لنا لحد زي ما انتم شايفين، هينزل لنا لحد ماينس 100 وبعدين هنطلع تاني. هنحاول نروح الكونستراكشن هول اللي تم فيها التصنيع وبيتم فيها صيانه الاجزاء الكبيره لو الوقت سمح لينا يعني. وفينا نذكر هون انه عاده نحن عندنا اكثر مكان امن في حال صار في عندنا حاله طوارئ، حريق او هذه الكيسز، اكثر مكان امن هو قدام الاسانسير، قدام المصعد عادة هناك بتكون الأسباب دي. وكمان عندنا نحن هون بالتجربة بالسيامس أو بسام بشكل عام، من الأماكن اللي نادرة كتير على بهذا العالم هو إنه لما يكون في عندنا حالة طوارئ الإخلاء بيتم عبر المصعد الكهربائي ومش عبر الدرج. ليه؟ لأنه إذا حدا 100 متر تحت الأرض صار في عندنا مثلا حريق، أكيد ما رح يقدر يطلع على إجرام 100 متر على الدرج، رح ياخد كتير وقت، رح يتعب.
راح يستنشق كتير من الغازات اللي هي اوريدي صارت موجودة عندنا بقلب الكافرن من وراء الحريق. فبالتالي المصاعد اللي موجودة بقلب سان هي مخصصة لهيدي الحالات، وهي عازلة للحريق، وهي أأمن طريقة لحتى نحن نطلع منها من تحت الأرض لفوق الأرض. وما بعرف إذا لاحظتوا بكل الوقت اللي كانت نيومي عم بتفرجينا فيه بالكاميرا، حوالينا دايما في ساينز للسيفتي، دايما في إشارات شو بنعمل هون شو بنسوي هون، دايما في ألارم. وكمان كذا مرة ذكرت الدكتورة شيماء أنه دايما في تدريبات خاصة لأي شخص بده ينزل، لازم يكون في عندك permission، لازم يكون في عندنا تدريب، نعمل تدريب في حال صار في عندنا حريق شو بنساوي، في حال حدا صار عنده أي حالة صحية شو بنساوي، في حال صار في عندنا تسرب غاز شو بنساوي. دايما هيدي التدريبات بنخضع لها، وكل فترة كمان بيكون في عنا مثل refresher course، نرجع نتذكر شو بنسوي مرة تانية، ومنضلنا كتير كتير هون في تشديد لهيدي الأمور، لأنه أهم شيء هي سلامة الشخص. قبل نجاح التجربة سلامة الشخص هي الأولوية. حتى ببعض الحالات النادرة جدا أنت فيك أنك تعمل terminate، خلص توقف هيدي التجربة كرمال إذا كان في شخص بحاجة أنه مثلا ننقذه بالحالات الإكستريم. مثل ما شايفين هلأ عم نطلع. هو بس معلومة كمان بالنسبة للسلامة، طبعا سلامة الشخص ثم سلامة العامة البابليك اللي حوالينا، وسلامة الانفايرومنت العالم البيئة، يعني بنحافظ على سلامة البيئة. I think we are muted. 100%. ونقطة كرمال التعرض للإشعاع، إنه مثل ما فرجتنا دكتورة شيماء على هذا الدوزيميتر، نحن مفروض إنه نقيس دايماً الكمية اللي بنتعرض لها على القليلة مرة بالشهر من خلال أجهزة هلأ بتفرجين عليهم دكتورة شيماء، موجودة بكذا نقطة بسيرن بشكل عام، وأكيد بسي أم أس بشكل خاص بما أنها هي التجربة. وكمية الإشعاع اللي بيتعرض لها الشخص كمية جدا قليلة، منا خطرة أبدا. ويعني إذا بدك أنت تسافري بالطيارة بتتعرضي لكمية إشعاع من الجو أكثر. أوكي سارة، إحنا رجعنا تاني. إحنا هنخرج برا هنوريكم بعض الحاجات، مش عارفة إذا كان الوقت هيسمح إن إحنا نروح الكونستراكشن هول او لا، القاعة اللي حصل فيها التجميع بتاع او التصنيع وتجميع الكواشف المختلفة. هو تقريبا الخط قطع مننا. لا بعدك معنا على الخط. اوكي طيب، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان احنا ده الديزوميتر بتاعنا بعد ما نزلنا دايما بنقراه. هو حتى لو طلع فيه فاليو طبعا اكيد مش بتاعه النهارده، انا عارفه ان هو قبل كده، فهو طبعا بنحطه وبيقرا. اول ما دخلت هو شافني على طول ان دي شيماء ابو زيد اللي هي ده، وبعدين بيسندج الداتا، وبعدين هيقول لي النهارده ان انت لما نزلتي ما خدتش حاجه في خلال 10 ساعات اللي فاتوا. فده معناه ده البوستر ده، الحاجات اللي بتخلينا نرجع لورا زي ما احنا بقى شايفين الفرايتي، يعني ستات، رجالة، كبار في السن، شباب، عمال، أساتذة، دكاترة، ممكن نلاقي فيهم نوبل برايز، كل الناس اللي موجودة. يعني قد إيه الكولابوريشن أو التعاون على معناه الحقيقي، المعنى باي ذا واي ده زولتن ونعومي الجلود بتوعنا من زمان، يعني هم باي ذا واي هم فيزيائيين أصلاً، دكاترة يعني، وبيشتغلوا معانا في جزء من كواشف الغاز. طبعا ده قد ايه بيورينا ان احنا لما بنجتمع على الهدف، العلم دايما بيكون وسيلة ان احنا نجمع فيها الناس على هدف سامي لخدمة المجتمع. Can we go to the... okay. احنا عندنا شوية وقت، ممكن ان احنا نروح نشوف القاعة. زي ما احنا شايفين هنا بعض الانابيب دي بتستخدم في الغازات والتبريد. نعم تفضلي. يا الصورة، هل في ستودنتس ليهم اي تريننج ممكن يلحقوا بيها في السيرفن للبطل السيف ازاي يعني؟ لا ما علي صوتك، هي مش سامعه.
training training هل متاح للطلبة طبعا بيكون طبعا. هو كان البيولوجي، انت بتقولي بيولوجي، انا سمعت صح؟ لا التريننج اوفر اول يعني الفرايتي. اوكي. في طبعا في هي سيرن بتنظم انواع مختلفه من التريننج. للاسف طبعا السمر ستودنت التقديم عليه خلص في اخر يناير، لكن هو كل سنه، وده بيجيب من طلبه من انحاء العالم. لو احنا بس واحنا معديين دلوقتي، اللي احنا شايفينه بره ده التنكات بتاعت الغازات اللي بتستخدم للتبريد او بتستخدم في تشغيل بعض الاجهزه. فده موجود كله بقى فوق الارض، عشان يعني الموضوع مش صغير. فده بيكون موجود فوق الارض، دي حتى بنسميها الجازز روم. وغرفه الغازات هنا بيتم، قلنا ان في تحت مجموعه كبيره من كواشف الغاز. كواشف الغاز بتستخدم ميكس من الغاز، ما هواش غاز واحد. بيتم التثبيت بتاع ضغط الغاز والنسب بتاعته فوق الارض، وبعدين بينزل عن طريق الانابيب اللي احنا شفناها نازله تحت الارض. طبعا احنا هنا بنتجول جوه، انتوا كده كانكم بالظبط جيتوا لنا وشرفتونا بالزياره، دي نفس الاماكن اللي بتخلص الزوار. نرجع تاني للتريننج، اي حاجه تخص سر، اي حاجه بتخص سر موجوده. وعليكم السلام. اي حاجه بتخص سيرن بتكون موجوده على الويب سايت بتاع سيرن، بتنزل حاجات كتير ومش بس للفيزياء. زي انا عماله بقول المهندسه ساره، فهي ساره مهندسه، ما هياش مش علوم. سوفت وير. طبعا هو سوفت وير، يعني مش هندسه عاديه، يعني دي سوفت وير. زي ما ده بقى الشفت اللي نزل منه، اللي ساره قعدت تحكي لنا على الحدوته ازاي الديتكتور نزل. يعني لو احنا شايفين كده، دي 1 تو 1 بوستر، يعني فده حجم الويل اللي نزلت، واللي تحتها على طول ده بقى الشفت اللي نزل منه فعليا السلايس، واحد واحد، عجله عجله نزلت من هنا. هو ده اللي بيستخدم علشان تجميع، بعد ما يجمع الويل تنزل واحده واحده، لان التجربه الوحيده هي السي ام اس اللي اتعملت فوق الارض وبعدين نزلت. لما شايفين كده فوق القاعه دي كبيره جدا، بصوا قد ايه هي كبيره، علشان خاطر التجميع بيحصل هنا. ودي مجموعه زي ما احنا شايفين، احنا بنستعد للمرحله اللي هي الهاي لومينوسيتي لارج هادرون كولايدر. ده مرحله الابجريد الجاي، التطوير الجاي ده اللي هنبدا في التطوير ده الرسمي بتاعه. احنا بدانا بالفعل في بعض الاجهزه، ولكن بعد ما تخلص الرن الحاليه في اخر 2025 هيبتدي بنقول عليها اللونج شت داون، ودي بتقعد سنين. يعني اللي احنا فيها دلوقتي الاستوب دي كام شهرين عشان الحاجات الصغيره، لكن احنا الحاجات الكبيره بتبقى اللونج شت داون بقى، عشان نطور بقى ونشيل الحاجات اللي تتشال، الديتكتورز اللي عايز تتغير، كل ده في اللونج شت داون. فطبعا دي التجهيزات، احنا بنتكلم ان احنا هنبتدي في 2025 ننزل ونطلع، بس طبعا الحاجات دي بتتم من دلوقتي، وبالفعل بتدرس مع الخبراء زي ما احنا شايفين. يعني كل دي كل اللي هنا ما بين، هو طبعا الاساس بتاعنا الفيزياء، لان التجربه الاساس منها هو اكتشاف نشاه الكون، وازاي البارتكلز تفاعلت مع الماتر لما الكون اتخلق بعد الانفجار العظيم. فطبعا الهدف الاساسي هو فيزياء، لكن احنا ما نقدرش، الفيزيائيين ما نقدرش، احنا بنساعد في تصميم الاجهزه وفي المشاركه، وبنشتغل شغل زي المهندسين برضو وساعات زي البروجرامرز. لكن في النهايه احنا بيبقى الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نطلع ديتا نختبر بيها النظريات، النظريات اللي بتقول واحنا الكون ده بيتكون من نماذج مختلفة بجسيمات مختلفة، ولسه مش عارفين هو رايح بينا فين. فطبعا في بعض النظريات اللي احنا بنسميها ما بعد النموذج المعياري الحالي اللي احنا ماشيين عليه ده، النظرية اللي هو ستاندرد موديل بتقول ان احنا كان عندنا انفجار عظيم، وبعدين الكون اتكون من وحدات اساسيه، ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. لكن هو ما بيقدرش يجاوبنا على كل الاسئله، لسه في اسئله كتيره مفتوحه محتاجين فيها طبعا العقول الصغيره، محتاجينكم ان انتم تبداوا تعملوا ابحاث، لان في اسئله كتير ما اتجاوبتش. ليه احنا ليه ايه هي الدارك ماتر؟
للماده المظلمه، ليه عندنا ماتر ماده وما عندناش الماده المعكوسه او الانتي ماتر. كل الجاذبيه اللي اكتشفها نيوتن لحد دلوقتي ما اكتشفناش الجسيم الجرافيتون اللي ماسك الجاذبيه. فكل دي حاجات احنا محتاجين فيها طبعا العقول الجديده الشابه انها تبتدي تدور معانا، ولان هم المستقبل الفيوتشر ده ليهم اللي احنا بنعمله دلوقتي عشان هم يشتغلوا وعلشان خاطر العالم يبتدي يعمل تحليل للبيانات اللي بتخرج ويطلع لنا منها نتائج تقول لنا ازاي ان احنا نتعامل مع الكون بتاعنا، ازاي نتعرف عليه، هو رايح بينا فين، ازاي نكون نستخدمه او نسخره لخدمة البشرية. فدي الحاجات اللي احنا بنقولها دايما موجوده. التريننج زي ما قلت ان هو بيبقى موجود في حاجات كتير حتى للمدرسين. وي كان جو، انا هكمل كلام واحنا جايين. الاوضه دلوقتي غرفه التحكم من تاني. ففي كمان احنا طبعا الكليه بتاعتنا اداب وعلوم وتربيه، فطبعا احنا عندنا حتى الفنانين بيجوا، يعني الارتست، يعني كمان فاين ارتست قدروا كمان ان انتوا يعني الدايفرستي مش بس في الجندر يعني، لكن الدايفرستي كمان بتشمل التخصصات. فاحنا عندنا كمان التيتشرز الادوكيشن يقدروا يجوا كتيتشرز، يجوا يتدربوا، في بتنزل تدريبات حتى كمان للطلبه الصغار. طبعا السنه اللي فاتت كانت طلبه مدرسه اكاديميه السويدي المصريه كانت من احد الفرق اللي فازت على مستوى العالم. دكتوره شيماء، بس أيوة. قطعك، مبين عنا نحن هون على زوم انه في حدا رفع ايده. دكتوره مسرات تفضلي اقري السؤال، او ما اعرفش هي تقدر تتكلم ولا في معمول ريز هاند، فبتوقع انه هي عندها سؤال. اذا سمعتنا دكتوره تفضلي. دكتور مسرات جوهاد، دكتوره سمعتنا. هو سارة دكتور مسرات معايا على الموبايل، انا هقول الكلام اللي هي بعتاه. هي دكتور مسرات بعت شكر لشيماء جدا ولسارة قوي، لانهم شعرت وهي حتى معانا على الزوم ان هي داخل التجربه، فهي شاكره جدا لمجهودكم والتجربه كلها والزياره، وهي استفادت كتير جدا منها، فهي المداخله بتاعتها بخصوص شكر لشيماء وساره. فشكرا جدا لك. شكرا دكتوره مسرات، يعني دكتوره مسرات فازت ماتيريال ساينس علوم المواد، فيعني هي اللي علمتنا اجزاء السوبر كوندكتنج. انا اتعلمت على ايديها السوبر كوندكتنج. في معلومه ام اس دي زي ايوه. نتشكر دكتورة مسرات. دكتورة شيماء عم شوي يفصل الإرسال معك، رح كفي النقطة اللي كنت عم تحاولي توصليها. سير كمؤسسة وكمان بشكل خاص سي ام اس كمؤسسة تتضمن تفضل. انا بس انت عم تفصلي معنا شوي، فما بعرف اذا بتكونوا بمكان ستيبل اكتر الكونكشن بيكون تمام. اللي كنت عم اقوله انه الدايفرسيتي هون كتير كبيرة تقريبا لحد هيدا السنة. اوكي لحظة بس افتح لك السبيكر كده. سمعينا؟ انا سمعت دكتور حضرتك تكلمي. اوكي طيب انا سمعت ايه سمع ايه بس مش سمعت كنترول روم. لو انتوا سمعين دكتورة شيماء آية بعتقد عم تحاول تسمعنا شيء. أنا سمعيها، هي بتقول إن هي سمعاني. هلو؟ نو؟ آية بعتقد نحن ما أوكي. عم نسمع ما عم نسمع الشيء اللي عم تحاول تسمعينه إياه من التليفون. نحن ما عم نسمع الشيء اللي عم تحاول تسمعينا اياه من التليفون. انا انتوا سامعيني يا ساره؟ احنا سامعينك بس اي عم بتحاول تسمعنا شيء من التليفون. طيب بس ما عم نسمعه.
اه لا اوكي خلاص، يعني دكتوره ايه ممكن ان احنا مستمعين التليفون، تمام فاحنا هنكمل بس الجزء ده. زي ما انتم شايفين كده الكاميرا هنا فيها 2 بيم، ده البيمز اللي كانت قالت عليها ساره، بيمز بتاعت البروتون بي ايوه هي دكتور مسرات. طبعا بنوجه الشكر ليكي اول حاجه، وكان نموذج مشرف للبنات الكليه ان هم يكونوا زي. تاني حاجه شكرا. دكتور مسرات بتسال الكونتمينيشن اللي موجود في القبو الثاني، زي ما هي لاحظت وجود تاثير للماجنتيك فيلد. سالت عن الكونتمينيشن اوفر اول في المكان ده حتى والاكسبيرمنت مقفوله. كونتامينيشن اشاعيه لا ما فيش موجود، يعني ال7 متر دول فور شور ما بيبقاش فيه اي تسرب اشاعي. لكن الماجنتيك فيلد ايوه بيبقى، حتى بعد ما بيكون في لما بيكون الماجنت اون حتى مع وجود ال7 متر دول بنلاحظ ان بيبقى فيه ريمننت للماجنتيك فيلد، ولكن بيكون شدته ضعيفه جدا. ومع ذلك ده برضو اللي بيخلينا نمنع بعض اولا الدخول للكفرن حتى لو هو الدنيا مقفوله، زي ما احنا شفنا دلوقتي بيتم متابعته الاول بالسيفتي ان هم يقيسوا الاشعاع الموجود، نسبه الاشعاع الليفل بتاع الاشعاع الموجود، ولازم يدونا الاوكي ان احنا ننزل انه الليفل بتاعه ما هوش عالي. وزي ما احنا شفنا الدوزيمتر بتاعي ارى زيرو، رغم ان انا كنت جوه القبو ومع ذلك انا طلعت مش واخده اي حاجه، ما فيش اي زيرو، البوزوميتر ما قراش اي حاجه. ده معناه ان انا ما عنديش ريمننت لو كنت قربت من النوز كان ممكن، لان طبعا اكيد في ريمننت، لكن الماجنتيك بيفضل تاثيره موجود. فجوه الكفرن حتى مع ده ما زي اي مكان بيبقى تحت الكنترول، او دي بتبقى سوبرفايز اريا، ممنوع برضو الدخول للاطفال دون ال 16 سنه، ما بيدخلوش جوه، بيبقى بس السيرفيس الخدمي. الحوامل برضو ممنوع ان هم، بس مش عشان الاشعاع، عشان الماجنتيك فيلد. واحنا لما بنبقى نازلين ساعه الماجنتيك فيلد ما بنكون اون، احنا بنكون نازلين بحاجات في اجهزه معينه، يعني التولز اللي احنا بنستخدمها بتبقى نون ماجنتيك، لان حتى مش الفيرو ماجنتيك، مجرد الماجنتيك بتاخد التاثير زي ما احنا شفنا طبعا في الحديد، بيفضل موجود التأثير بس ضعيف. يعني احنا لو شفنا والماجنتيك اون لو حطينا مفك هيفضل ثابت، مش بين صغيرة يعني. فده لا الكونتامينيشن كراديشن، لا الحاجات اللي هي طبعا بتتعالج قبل ما بنطلع، لو في حصل عطل جوه واضطرينا ان احنا نعمل اكستراكشن لاي موديول لاي كومبوننت اي جهاز من جوه من الاكسبيرمنتال كافرن، من القبو اللي هو فيه التجربة، قبل ما يخرج بره احنا بنسيبه في زون معين خاص بالسيفتي، بيعملوا تشيك عليه وبعدين يقولوا لنا اوكي تمام، تعالوا ده تمام ما فيهوش اي نسبه اشعاع، تقدروا تاخدوه بره سري. لو في حاجه فيها اشعاع فاحنا طبعا ما بتخرجش، يعني لازم تتعالج، وفي طبعا حافظات للحاجات اللي هي النفايات اللي هي قد تكون فيها اشعاع. طبعا انا كنت بس بوريهم هنا التو بيم اللي هم ازاي جايين في اللارج هادرون كولايدر، هم سيبريتد طول ما هم البروتونز اللي جايه بيبقوا سيبريتد كده منفصلين لحد ما يجوا عند التجربه، زي ما احنا شفنا بيحصل لهم حيود، طبعا باستخدام المجال المغناطيسي بيحصل لهم حيود وبنختار وبندخلهم جوه التجربه. دكتورة شيماء، دكتورة شيماء ايوه استاذ يزيد على اللي كنت عم تحكي عشان السيفتي، انه نحن في عنا سيفتي تيم دائما موجود وفعال وشغال بقلب الاكسبيرمنت. اي شيء بيصير دائما لازم نرجع لهذا الفريق في حال ما عرفنا نتصرف. اي شيء بنشك انه تعرض ل كونتامينيشن كمان نحن بنوكل هذا الفريق وهو بيهتم بهذه التفاصيل كلياتها. ونزيد بقى ان طبعا الفريق ده اوكي كنا وي هير هير ثرو ذا اير بس اوف كورس يس بس اي دونت ثينك ذات ذي ايبل تو هير هير يت اوكي شي از باك شي از باك هير نرجع اوكي رجعت لنا الدكتوره شيماء.
كنا عم نحكي عن موضوع السيفتي، فدايما هذا الفريق شغال معنا موجود، بيتركوا دائما هن الباب مفتوح باعتبار انه عندهم مثل موتو انه الباب السيفتي دائما مفتوح، في حال احتجتوا للسيفتي نحن موجودين، واي شخص بينزل لتحت الارض بيكون معه كل الفون نمبرز، كل الارقام للسيفتي تيم اللي موجود هون، في حال عاز اي شيء تلقائيا يعني بيبقى على اتصال معه. هو دايما بيتصل، سامعني؟ ايه سامعني. اوكي، هو دايما طبعا لما قبل ما نزلت الكنترول روم اي حاجه بتحصل تحت الارض التكنيكال شيفتر السنترال بيشوفها. ساعات كمان علشان مستوى الخطر بيكون يعني الالارمز بقى، وده كمان ليه فريق بيتابعه، مش بس هنا جوه القاعه، بيكون على طول 24 ساعه حتى الريموتلي بيبقى موجود عليه اللي هو اون كول، يعني فبيبقى موجود تصحيه، يعني حتى لو بالليل تصحيه وعارف ان هو عنده شيفت. من ضمن الحاجات الكاميرا، زولتن كان يو شو ذيس سكرينز وذ كاميرا. اوكي، احنا هنا بس انا عايزه اوريكم الديتكتورز، ده اسمه الديتكتور ديسبلاي، هجيبه. شايفين ده الديتكتور، احنا شايفينه بيبقى فيه شيفتر هنا بيشو ده شكل، لو احنا شايفين هنا بقى كسره، لو احنا شايفين هنا هي ايه اللي جاي. ايوه اوكي، مش هنقدر نيجي هنا. بصوا شايفين ده المسار بتاع البارتكلز جايه هنا، دي المين سيستم اللي هو الجاز، دول الميونات دي زي ما احنا عارفين ان هي بتيجي المصدر الطبيعي بتاعها هو الشمس. فهو لو لاحظنا ان في هنا مسار، شايفين دي الهيتس، ده معناه انها خبط في الديتكتورز. لو بصينا دي المفروض ان النقطه اللي بيتلاقي الاثنين بروتونز بيتلاقوا هنا، ده المفروض ان النقطه بتاعت التفاعل، بس ما فيش اللي طالع ده مش جاي من التفاعل لان مفيش بروتونز، فده جاي من بره داخل لجوه، ده مش من جوه لبره، ده داخل من العكس، فده جاي اصلا من الكوزميك. طبعا احنا ما بنعتمدش على الشكل ده، بس ده بيدينا شكل لحظي. لو احنا شايف، لا دي كان بيشيل النقطه. I can try. اوكي ايوه، هو هنا مثلا لو مثلا لما بيجي يحصل اكتشاف بقى بنشوف في الديتكتور، احنا شفنا مثلا زي الهيجز مثلا، فعايزين نعرف اللحظه دي حصلت امتى. فزي ما احنا شايفين كل حاجه بتبقى ديكومنتد، كل حاجه بتتسجل. فهو بيقول ان احنا هنا مثلا ان الداتا اللي احنا شايفينها دي كانت يوم السبت 11 فبراير الساعه 47 دقيقه و50 ثانية، وكمان 23 طبعا سنترال تايم، بيقول لنا نمبر الرن بتاعتنا، الرن بتاعتنا دي كانت رقم كام، والايفنت كمان، ده الايفنت ده اللي اتخبط اللي حصل ده اللي هو. وكمان هو بيقول لي هنا اللومين سكشن ده البيم بتاعت الراديوس بتاعت البيم هتعمل لي قد ايه انتر اكشن، المعدل بتاع الانتر اكشن بتاعي اللي بيحصل في الثانيه الواحده. فكل ده ريكوردد، مفيش حاجه بتضيع او كل حاجه. لو السيستم حصل حاجه بيدي الارم على طول، ومش بس مجرد عشان يعني ما ياخدش باله من عينيه، لو الالارم ما خدش باله فبيعمل الارم ويزعج الناس كلها في الكنترول روم ويقول ان there is new disease alarm والشيفت ليدر قلق. يعني مفيش احتمال ان هو ان يجنور البيم طبعا، لان السيفتي دي نمبر 1، يعني اهم حاجه السيفتي قبل كل شيء. فنتمنى نكون وريناكم وقدرتوا ان انتوا تتعرفوا اكتر على احد التجارب الاساسيه في سر. التجربه التوأم ليها هي تجربه اطلس، لكن هي الضعف في الحجم. فاحنا بنبقى طبعا هنا بنفتخر ان احنا قدرنا ان احنا نقيس نفس الميجرمنت، نفس الحاجات في حجم اقل. طب ليه اتنين؟ الاتنين لانه لو احنا عايزين نكتشف حاجه ما ينفعش، يعني عشان نكونفيرم، يعني لما يكون في حاجه هيحصل لها رصد، لو احنا قلنا ان احنا شفناها في سي ام اس لازم اطلس يقولوا ان احنا شفناها، ما هي لو موجوده لازم البيم دي بتعدي على الكل، يعني البيمز دي البروتونز دي بتعدي على كل التجارب، فلو انا شفت حاجه المفروض التجربه الثانيه تشوفها، يعني هما بيقوموا فعليا بنفس التجارب، زي ما حصل في اكتشاف الهيجز انه السي ام اس شافت الهيجز بس ما اعلنش، لما اطلس شافت الهيجز والاثنين قعدوا مع بعض الفريقين البحثيين واجمعوا ان ده فعلا الهيجز، فاعلن الهيجز في 2012 ان هم اكتشفوا الهيجز بارتيكل، وفي حتى في 2013 لما منحت النوبل برايس، جائزه نوبل منحت لفرانسوا انجلير وبيتر هيجز، كمان كانت مناصفه مع الفريق العمل بتاع تجربه سي ام اس واطلس.
لانه هم اللي اكتشفوه عمليا يعني. فده الحاجات المهمه اللي ممكن احنا، طبعا الزياره هي تقنيه اكتر منها فيزيائيه يعني، لكن اي سؤال فيزيكس تحت امركم. اوكي. هل الفابريكيشن اصلا بتاع التجربه سي ام اس انها صنعت فوق الارض، هل ده هو الفرق الوحيد اللي خلاها تتميز عن اطلس، ده اللي ادها فرصه انها تكون متميزه؟ لا كله لا هي مش هي دي، كل واحد ليه ميزاته. هي الفكره في انه هو نفس الديتكتور، زي ما احنا عارفين ان انواع الكواشف الاشعاعيه هي وميضيه اشباه موصلات او غازيه، هم نفس الانواع بتستخدم بس باحجام مختلفه بترتيب مختلف بعدد مختلف عشان يرصد نفس الذره. ده مقصود يعني، ده مقصود انه يتعمل اثنين مختلفين بكومباينيشنز مختلفه بظروف مختلفه قدرنا نشوف نفس الايفنت، فده يبقى بيأكد الايفنت، لان احنا بنتكلم في بريدكشن وحاجات دقيقه جدا وحاجات فيري رير، حاجات نادره جدا لما بتحصل، والكروس سكشن بتاع احتماليه حدوثها قليله جدا. فعلشان نبقى لما نيجي نقول ان سيرن، لما بتسمع ان سيرن عملت، الحمد لله دينا سمعنا وبنفسنا نيو دي سي اس الار، ان احنا عندنا احنا قاعدين اهو عرفنا ان في دي سي اس في جاي له في الكنترول سيستم الارم يعني. فهو لو ما خدش باله كل اللي قاعدين في القاعه هياخدوا بالهم ان في الارم جاي ولازم تاخد بالك. فالموضوع ما هوش تمييز لتجربه عن الثانيه، هي فكره ان وي ار فريندز يعني، هي كل الحكايه ان هو زي ما قلنا ان احنا عشان نكون اونست، ده عشان سيرن تكون ما يكونش في تحيز لاي شيء، وتاكيد للتاكيد للنتائج ان احنا فعلا اللي احنا شايفين لو هو صح هنا لازم يكون صح في اي مكان تاني. فهو ده التمييز للسي ام اس، ان الماجنت بتاعها خلى حجمها صغير، وده اللي خلاها نقدر ان احنا نصنعها فوق وننزلها تحت، لكن الاطلس كبير جدا انه يتصنع فوق وينزل تحت الارض، فعشان كده تم تصنيع بقيه التجارب تحت الارض. هو مش في اداره تنافس ما بين اطلس والسي ام اس، هو حته ان انتوا صنعتوا فوق او الماتيريالز اللي انتوا استخدمتوها عشان تصنع الماجنت عشان تعمل الاكسبيرمنت كلها كانت افيلبل ان انتوا تعملوها فوق عكس عكس اطلس. هو صنع لا هو اطلس ما اتعملش فوق علشان هو كبير يعني، هو كبير اطلس بالقطر خمسة بالقطر بتاع اطلس يعني بالارتفاع 25 متر، ارتفاعه 25 متر 10 متر زياده، شيء ضخم جدا. فما ده كان الدايمتر يعني، هو الارتفاع ده اللي هو الدايمتر القطر، فعلشان تعملي بقى حفره عشان تنزليه ده صعب، عشان كده اكتر يعني مختلف اكتر من الوقت. حتى احنا مستخدمين ذا سيم دايركتورز بالظبط، نفس الموديولز، نفس السيرفيسز، عندهم نفس الباور سيستم، نفس الاجهزه بنجيبها من نفس الشركات. وفي المعامل بتاعه سيرن كمان بالنسبه لتصنيع الديتكتورز بتبقى بسيرن بتخدم كل التجارب اطلس سي ام اس ال اتش سي بي او اليس، او حتى التجارب الصغيره اللي هي مش موجوده على اللارج هادرون كولايدر زي تجارب اللي في انتاج النظائر المشعه، اكتشافات اللي هي الميديكال الفيزيكس، الحاجات دي كلها بتستخدم نفس التكنولوجي. فالفكره في ان اي تكنولوجي بتستخدم جوه سيرن هي بتستخدم جوه سيرن وخارج سيرن. وهي كمان الفكره انه ما في عندنا مؤسسه ثانيه على وجه الارض قادره تعمر هيك ديتكتور بهيدي الضخامه وبهيدي التكنولوجيا الموجوده. كرمال هيك قضتت الحاجه انه سيرن هي اللي تعمل هول التو ديتكتورز، وهن بيشتغلوا كانهم يعني مؤسسه منفصله عن مؤسسه عشان ما يصير في عندنا تحيز، عشان ما يبقاش حد كولابوريشن. في عندنا سي ام اس كولابوريشن وفي عندنا اطلس كولابوريشن، هن كانه منفصلين. كل اكسبيرمنت بتشتغل مثل ما ذكرت لنا دكتوره شيماء بخصائص معينه بتكنولوجيا معينه باحجام معينه لحتى نقدر نعمل فاليديشن لنفس النتيجه.
يعني هذا السبب الأساسي. ما قدرنا، ما في مؤسسة تانية بالعالم قدرت تعمر هذا. مش ترني تانية يعني، لأن التكلفة اللي عشان نعمل لارج هادرون كولايدر تاني ده، هو طبعا في فيوتشر أكسلريتورز هتتعمل، ولكن يعني السيرن هي مجموعة كولابريشن، هي مش دولة واحدة اللي ماسكة سيرن، يعني كل الدول. سي ام اس لوحدها فيها يعني لحد هيدي السنة تقريبا أكثر من 50 دولة بقلب هيدي ده فول ممبر، لكن في اسوشيت مظبوط في بعد اكثر في اكثر في عندنا اكثر من 5000 فيزيائي ومهندس موجودين. في عندنا فرايتي كثير كبيره، ومثل ما ذكرت لنا الدكتوره شيماء، مثل ما انتم كمان عم بتشوفوا، في عندنا مش بس فيزيائيين او مهندسين ميكانيك، في عندنا من كل انواع التخصصات، من كل التخصصات. فده تعاون يعني، يعني تقدر تقول ان سيرني دي عالم لوحده، يعني هو عالم صغير كده مع بعض يعني. والإنجازات مش بس انحصرت بمجال الفيزياء، لا، في عنا إنجازات بمجالات تانية، يعني مثلاً الWorld Wide Web WWW، كل شيء نحنا بنشوفه على الشبكة الافتراضية، هيدا was born at CERN، خلق أو بلش من CERN. كمان الميديكال ابلكيشن ودي اللي بتاعني، اللي هي البروتون ثيرابي، بدات من سيرن. دلوقتي في ال 3 دي اكس راي كولورد، علشان الدكاتره تقدر مش بس تشوف العظام، ولكن تقدر تشوف النيرفس والماسلز، وده هيساعدهم طبعا في التشخيص بطريقه افضل بكتير يعني. يعني ده كل ده موجود، يعني هي سيرن مش بس الـ LHC، سيرن فيها حاجات كتير. عشان هيك أي طالب أو طالبة أو دكتور أو دكتورة أو مهندس أو مهندسة بأي مجال في سؤال طلبوه، بس مستوى هل كل اللي انتوا تكتشفوا سيرن هل available لكل الدول ولا لا؟ طبعا سيرن عندها اول ما في اول اجتماع لسيرن في خمسينات القرن الماضي، في مادتين اساسيتين في الكولابوريشن. اول حاجه انه سيرن ممنوع للتطبيقات العسكريه، ممنوعه تماما للاكتشافات الخاصه بسيرن. الحاجه الثانيه ان زي ما سيرن بتاخد البادجت بتاعتها جايه من الدول كلها، فمن حق كل حد يعرف النتائج اللي وصلوها الفرق البحثيه المختلفه جوه سيرن. فكل البيبرز بتاعت سيرن open access، فاي حد يقدر يدخل على اي بيبر طالما عليها CMS collaboration، Atlas collaboration، LHC collaboration، كل Alice collaboration، هتكون for free. ما حدش يقدر يقولك انه مش هتلاقي عليها اي فلوس تدفعها او اي حاجة، هي open access بالyour Google account او اي حاجة، تقدر ان انت تلاقي الفول article، مش بس الابستراكت، بيبقى الفول article كلها free. تمام اوكي، شكرا ليكي كثير، ويعني اضعتنا في الزيارة. نورتونا. صورة يعني عارفين ان السيرن ده صوت الهوية، يعني اي شيء ممكن فيه استثناء، يعني بنتين والاثنين عرب، احنا بننتخب بيكو وبننتخب بوجودكم في السيرن. وشكرا. اهلا اهلا وسهلا، شرفتونا. تحيات لكل الأساتذة الموجودين والطلبة الموجودين هنا ليكم، تحيات سيرة العميدة طبعا ليكم وكل البحر ليكم طبعا. شكرا جدا. شكرا جدا، شكرا جدا، تكونوا استفدتوا مننا، وبنشكر الفريق اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا. شكرا عمي وزوجته بالتأكيد، يعني thank you very much. اوكي شكرا يا آية، نشوفكم في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. يس شكرا للحضور. شكرا. Ciao, ciao.